لا مواطن له فضل على مواطن في مدينة السلط إلا بما يقدم لمدينة السلط. شرفنا بضيوفنا الكرام اللي زارونا على ديواننا، ونحيي كل الموجودين بلا استثناء
ونحيي وحدة الشباب السلط الموجودين والغير موجودين واللي رايحين يكونوا موجودين. بالبداية بدي أحكي إنه موضوع الفكرة هي مش الفكرة بحد ذاتها هي الأساس. من تابع الفكرة لماها عرض الواقع وشروطه عن الموجودين واللي شافونا بالبداية. والحمد لله رب العالمين لأنه النية صافية والكل أصحاب خلق أصحاب فزع على البلد والسلطة. فالرؤية لهذه المبادرة نحو مجتمع سلطي متكافل متضامن يعطف فيه الصغير الكبير على الصغير والغني على الفقير ونناصر صاحب الحق ليأخذ حقه ونأخذ على يد المعتدي. كانت فكرة إنشاء وحدة شباب السلط لاستعادة الدولة التاريخي لهذه المدينة ولخدمة المجتمع المحلي سواء بالأمور الاجتماعية والأعمال التطوعية وإعادة الدور الأساسي لهذه المدينة المدينة الحبيبة. اللجنة الاجتماعية واجبها هي أول شيء عمل مزعة من مسح ميداني عن العائلات المستورة والعائلات المحتاجة مدينة السلط. طبعا عشان نوضح اكثر احنا ما دخلنا بيوت والحمد لله رب العالمين واثرنا انه ما ندخل البيوت وبتعرف البيوت اسرار يا اخوان والعيله المستوره هي مستوره وربنا ساترها فاحنا ما بنفضحها فاثرنا انه احنا كان من وحده شباب السلطه بتعرفوا كل واحد عنده جار عنده جاره عنده قرابه بحاجه كان يبعث لنا على الخاص عندنا اسم العيله وعنوانها ورقم تليفونها كنا نتواصل معها سكرنا ما يقارب 300 عيله مدينه السلط التوزيع كان عبارة عن صوبات للعائلات اللي ما عندها صوبة يعني كنا نسأل العائلة عندك صوبة أو ما عندك صوبة غطينا تقريبا كل العائلات اللي اتصلت فينا عن طريق البيج في فيسبوك أو عن طريق زملائنا بالوحدة أو عن طريق ناس خارج الوحدة وصلنا لكل العائلة ما كان عندها صوبة وتفاجأنا بالسلط للأسف الشديد أنه في عائلات ما عندها صوبات يعني كانت الشتوية قاطعة مسافة النص ما في صوبات وصلنا صوبات العائلات وصلنا كاز وصلنا طرود خير وصلنا طاولات أطفال وصلنا دفاتر تلوين كل شيء وصلت مساعدة وصلت غطينا ما يقارب 300 عائلة كل واحد بيجي من طريق بس كان الهدف واحد الهدف خدمة مدينة السلط والهدف العائلات المستورة مدينة السلط والهدف انه هاي العائلة المستورة نستور عليها احنا ما نفضحها يعني احنا كنا في وحدة شباب السلط واثرنا على هذا الموضوع وهذا موضوع حساس جدا الفضل لله ما صورنا ولا عائلة والفضل لله ما صورنا ولا شارع دخلنا فيه نزل عائلة وهذا الشيء كان يعني مفخر انه والحمد لله كوحدة شباب السلط بتعرفوا احنا بالاونه الاخيره صار اللي بده يودي طرد خير لواحد بده يصوره بده ينزله على الفيسبوك بده طعمي من هون يفضحه والحمد لله رب العالمين زي ما بقول المثل اذا بدك طعمي يشبع والحمد لله رب العالمين الامور تمام نستنى منكم يا اخوان دعمكم منكم من اصدقائكم من زملائكم من الناس اللي خارج السلط الموضوع يعني ان شاء الله راح يكبر اكثر من هيك في الاخوان في مكتب جود للسياحه والسفر قدمونا بداية 30 فيزا رحلة عمرة مجانية شاملة شباب بوحدة شباب السلط ما شاء الله طلعوا على المكتب وحاولوا معهم رفعوهم ل50 بعدين حاولنا معهم رفعناهم ل100 والفضل لله اليوم بالسفارة السعودية موجود 100 جواز سفر لعائلات مستورة وبحاجة في مدينة السلط يطلعوا في العمرة وبإذن الله خلال يومين أو 3 أيام راح تطلع الفيز تطلع 100 شخص من مدينة السلط في العمرة مجانية وحدة شباب السلط هي بتمتاز بشباب أهل حمية أهل فزعة نبلاء يعني همهم الوحيد أن تكون السلط بالمقدمة يرتقوا بها إلى الأمام بيعشقوا السلط حتى النخاع ومنرحب بالجميع وكل وجوه ترى وجوه شهام وطيب بالموجودين وإن شاء الله مستمرين عمل الخير أخواني الأعزاء ما يميز مدينة السلط أننا في هذه المدينة لا فرق بين نسري وخريسي عربي وحياري جميعنا نجتمع على هم واحد وعلى هدف واحد وهو حب مدينة السلط والعمل لرفعة هذه المدينة وإعادة الدور التاريخي التي كانت تتمتع به هذه المدينة لأن عندنا بالسلط هون ما شاء الله يعني رجال بنشد فيهم الهمة ووجود هذه الوجوه هي من ساعدت على إنشاء وحدة هذه الشباب السلط نقدم مثلا خطط وبرامج ومشاركات وحدة شباب السلط
اللي انا بسميهم الاساوس، الاساوس الاسود، يربطون ليلهم بنهارهم من اجل انقاذ الملهوف، انقاذ اي واحد سلطي بيعاني من اي مشكله. كل الشرف ان اقف بين هذه الهامات وهذه القامات من ابناء السلط الكرام. اني ارى السلط امام اليوم برجالها، فانتم رجال الكلمه والموقف. وباذن الله انا بفتخر اني بديت معكم الليله، والفخر الاكبر ان شاء الله اني اظل مستمر معكم. يعني انا بعتقد هذه النخبه من الشباب، شباب عشيره او شباب السلطيه اللي طلعوا بهذه الفكره الطيبه واللي لقت صدى كبير في هذه المدينه ومن خلال فتره زمنيه قصيره. يا الله كم هي محظوظه السلط بابنائها، ويا الله كم هي قاسيه على ابنائها. يا الله كم سمحت لمتسلق ولوصولي وانتهازي ان يركب على الاكتاف ويصعد. بتمنى على الجميع، يعني ما دام ان هاي الوحده تمثل السلط كامله، تمثل جميع مكونات مدينه السلط. حكيت في الموضوع، لكن اللي طغى الامر الاجتماعي اكثر من المواضيع الثانيه، اذا في مواضيع ثانيه. اخوان بالنسبه لليوم الطب المجاني، تبرع السيد جهاد القماز بجميع الادويه المقدمه بهذاك اليوم. شاكرين له باسمكم جميعا، نشكر جميعا، بارك الله فيك. لا مواطن له فضل على مواطن في هذا البلد الا بما يقدم من خير الى هذا الوطن المبارك. ونحن نقول لا مواطن له فضل على مواطن في مدينة السلط الا بما يقدم لمدينة السلط التي هي محرومة الكثير الكثير من الافعال الذي يستطيعون رجالها ان يقدموه، لكن يا للاسف يا للعيب على الكبار الكبار وهم اصحاب الخط الاول، وهم احنا لا نعترف بهم، لا نعترف بهم، لا نعترف بهم. نشكر تواجدكم معنا، ونشكر كل الامور اللي قدمتوها والمداخلات والكلمات. بارك الله فيكم ويعطيكم العافيه، وشكرا لكم جميعا.